يخوض فريق اتحاد العاصمة الجزائري مباراة الإياب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد فريق كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي حيث انتهى لقاء ذهاب بتعادل السلبي صفر مقابل الصفر المباراة ستجرى غدا الأربعاء التاسع من أكتوبر على الساعة السادسة مساء بملعب ثمانية ماي بأسطيف القناة الناقلة لهذه المباراة هي القناة السادسة شبابية الجزائرية والاتحاد الجزائري على بعد خطوة واحدة نحو دوري المجموعات ان فاز يعني سيكون متاهل لدور المجموعات بتوفيق الاتحاد الجزائري